وقف دكتور عادل، ونذهب الآن على الهواء مباشرة لدكتور محمود خليف المحلل السياسي معنا على الهواء مباشرة من فلسطين. برحب بحضرتك دكتور محمود. مساء الخير، أهلا وسهلا. دكتور محمود، بداية، ما بين وصف الصحافة الإسرائيلية لرد حماس بأنه رد إيجابي، إلا أن هناك من شروط حماس ما يراه الإعلام الإسرائيلي صعبا. ماذا تراه إسرائيل في المطالب التي تقدمت بها حماس للموافقة، أو شروط حماس للموافقة على الهدنة الجديدة؟ ما تراه إسرائيل صعبا؟ أولا، ما قدمته حماس هي محصلة نقاشات مع القوى السياسية الشريكة في الميدان، سواء الجهاد الإسلامي، كتائب شهداء الأقصى، جبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية، فهي مطالب الكل الفلسطيني، وهي مطالب إنسانية لها علاقة بالمواد التموينية ودخول الأدوية، وقف العدوان، وقف العدوان على المسجد الأقصى المبارك. هذه ليست شروط، هذه أمور منطقية. لا يمكن الحديث عن جدوى أي تحرك سياسي أو أي مفاوضات ستفضي إلى إطلاق سراح عدد من الجنود والأسرى الإسرائيليين والشعب الفلسطيني أسيرا، والشعب الفلسطيني لا يحصل على قوت يومه ولا حليب الأطفال ولا العلاجات ولا الماء. هذه مطالب منطقية جدا، ولكن حاولت إسرائيل أن تلقي الكرة من ملعبها إلى ملعبنا. بنيامين نتنياهو يعيش حالة الانقسام والتشرذم، سموتريتش وزير المالية وابن جفير وزير الأمن القومي هددا من ذي قبل إذا ما تم الموافقة طلب به، فهذا يعني نهاية الحكومة الإسرائيلية بتشكيلتها الراهنة. بنيامين نتنياهو لا يريد أن يذهب إلى مغامرة سياسية قد تكون نتيجتها الانتخابات، أو قد يكون نتيجتها تحالفات جديدة. هو يريد أن يستقر في نظام الحكم، إلا إذا ما نجحت الجهود الأمريكية، لأن بريطانيا وأمريكا بالغالب تجري حوارات مع المعارضة في إسرائيل حتى يتم إخراج سموتريتش وابن جفير من تشكيلة الحكومة، بسبب وجود قناعات لدى واشنطن بأنه لا يمكن الحديث عن إحداث اختراق سياسي ولا إنجاح الجهود المبذولة من قبل أمريكا ومصر وقطر، ووجود أصوات متطرفة جدا في الحكومة الإسرائيلية. نعم، ولكن الحديث أيضا عن الإفراج دكتور محمود عن السجناء من الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، يعني المرحلة الأولى من الاتفاق كما ذكرت وسائل الإعلام من رد حماس هو الإفراج عن 1500 من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية في المرحلة الأولى، منهم 500 من أصحاب الأحكام العالية أو الأحكام المؤبدة. هل هذا هو ما تعترض عليه إسرائيل إذا كانت باقي المطالب هي مطالب عادلة ومشروعة من حق شعب فلسطين بأن يحيا بأبسط صور الحياة أن تكون متاحة بالنسبة له؟ هل المشكلة أو المعضلة هي في مسألة الأسرى؟ هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة، وهي تتعلق بمطالبة الفصائل الفلسطينية ومطالبة الورقة التي قدمتها حماس بخروج إسرائيل ووقف التصعيد ووقف عمل ونشاط طائرات الاستطلاع. إسرائيل تريد أن تهيمن على الوضع، تريد على أن تسيطر على الشريط الحدودي، تريد أن تبقي قطاع غزة منطقة عمليات تقصف متى تشاء ومن تشاء، وهذا ما تنبهت إليه الفصائل الفلسطينية، وجاء بشكل يعني معبر عن رغبة الجماهير من خلال الورقة التي قدمتها حماس. وأريد أن أدلل على هذا الأمر من خلال تصريح رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد شتية، الذي أشاد بشكل عميق بالورقة المقدمة من قبل حماس على اعتبار أنها تمثل بشكل وآخر نوعا من التفاهمات التي قامت بها القوى الموجودة على الأرض، وجزء منها اليسار وجزء منها الجهاد الإسلامي وجزء منها بالضرورة كتائب شهداء الأقصى وبالتالي حركة فتح. نعم. هذا يعني أمر يجب أن يتنبه له الرأي العام العربي والمصري والدولي، أنها مطالب سياسية محقة ومطالب معيشية محقة، وأن إسرائيل تريد أن تبيع الشعب الفلسطيني أوهاما
بأننا أمام تهدئة وأنها تخترق متى تشاء وتختال متى تشاء. نعم. ولهذا السبب كان مطلوبا بأن نعطي دفعة إلى الزخم المصري والقطري من خلال دعم هذا الزخم لكي يكون ناجحا، لا أن ندخل الأشقاء في مصر وقطر بخروقات سببها إسرائيل. ولهذا السبب كان مطلوبا بأن نرمم هذه الورقة وأن نراعي قوة التعبيرات وقوة المصطلحات وقوة الجهات الضامنة. نعم، أشكرك دكتور محمود خليف المحلل السياسي، كنت معنا على الهواء مباشرة من فلسطين، شكرا جزيلا لك دكتور عادل.